حملت غيابات كبيره لفريقه في مباراه اليوم. لقصر باسي لياسر، شهراني على الجهه اليسرى، شهراني تحرك وتهرب السبع الفرج هلاليه، وكره عرضيه خطيره، دفاع يتدخل. اللي يعاني كثيرا، هذه كره للسبا في وسط ملعب مرور جميل، عاد بكره لمسه الى ريباس على اليسار، خطيره الهلال، ريباس يحاول، ريباب ريبا يلعب كره، ريبا عدت يا الهي، حلوه اللقطه الاخيره لكنها مرت، عدت الكره وكانها لا تريد مجاهد في هذه الايام الكره، وكانها تدير ظهرها لمجاهد هذه الايام الكره، عرضيه ريباس لكن عدت تمام المريء. محاولة في الجهة اليسرى لأديسون ترابايب، أول مباراة لترابايب، الراقي داخل منطقة الجزاء، يلعب كرة، يا إلهي، حلوة اللقطة ويا لها من تصدي اللي كان في المكان المثالي في ردة فعل ممتازة أمام هذه اللقطة. خبرة يا جماعة، خبرة يا جماعة، الحبسي الحبسي الحبسي، شوف اللقطة، شوف اللمسة، شوف الكرة، يحاول يهاجم، يلعب كرة خطيرة بالراس، بالراس لكنها في العارضة يا ريباس، ضاعت على الهلال. شوفها مرة أخرى، عرضية في منتهى الخطورة، وبعد ذلك تحولت إلى ركنية، ركنية بعدها ست أهداف وصل هدفين. كرة على الجهة اليمنى، محاولة لكنها يا سوادي، يا لها من كرة، اطلاقه، شوف اللقطه، شوف اللمسه، تسديده قويه، وينها؟ الله، هدف جميل، واحده بوم من سوادي في مرمى الحبسي، في مقتل، وضعها في مقتل، لعبه رائعه، لعبه رائعه، لعبه حريف، ولو للقطه، ولو للحظه، ولو للمسه، ولو لكوره، على طريقه النجوم الكبار، لعبه جميله، وهدف اول الرائد، 1-0، 1-0، واش داعي لي مباراه، محاوله من جانب رائد التحدي لاستغلال ظروفه وظروف خصبة، وتراباي مر، وتراباي قوية لكن عدت، يا إلهي، حلوة اللقطة مرة أخرى من جانب أديسون تراباي لكن عدت، خطأ من الجحفلي، الرائد يلعب على أخطاء الهلالي، من جانب راسر عن جهة اليسرى لرشيدي، خطيرة هلالية، فهد مر أمام التغطية، واحد على واحد، الرشيدي يبحث عن كرة عرضية، فهد يلعبها لكن فيها تغطية وتدخل، وبعد ذلك لياسر الشهراني، ياسر يعود الكرة للوراء، تصل بعد ذلك عند عبد اللطيف، لطيف تغيير اتجاه اللاعب للبريك، خطيرة داخل منطقة الجزاء، سهلة الكرة عند متعب شراحيلي، يا إلهي، كرة كانت في منتهى الروعة، شوف عطيف يا جماعة، شوف عطيف يا جماعة، لمسة في منتهى الروعة، البريك هذه في وضع الطبيعي، في حالته الطبيعية، في فورم، يأتي اليسار لفهد، رشيد يحاول غير مكانه، تحول كجناح تقليدي، لمسة على الجهة اليسرى لياسر الشهراني، خطيرة وعرضية، وكرة بعدها دفاع، يحاول اديسون يمرر، تصل السطة سوادي مرة أخرى، مرور جميل ولعبة أخرى، مش كل مرة يا سوادي، لمصعد فهد الرشيدي، عرضية داخل منطقة الجزاء، فرصة بالراس لكنها بعد ذلك بعيدة، وفي الأخير إلى ضربة مرمى، بعيدة وضربة مرمى، وأمر جيد بصراحة في إذا تشوف فرق القاع أو فرق المتراجعة أو الفرق اللي في أسوأ مواسمها تحقق نتائج إيجابية ضد الكبار، فهذا شيء طيب صراحة على مستوى الدوري، الهلال على مستوى التعادل إذا جاء بالنسبة للهلال، كرة عرضية بالراس ولكن فيها صافرة، قبل كل شيء الكرة خرجت وتحولت إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى، شوف اللقطة مرة أخرى، الكرة العرضية اللي كانت باتجاه مجاهد قبل ذلك خرجت وبعد ذلك تحولت إلى ضربة مرمى، شهراني، شهراني يلعب الكرة الطويلة لكنها فيها تغطية من الدفاع، ريباس يحاول، ريباس يصل، ريبا يبحث عن التمريرة، ريبا يلعب الكرة لسما الفرج، خطيرة باتجاه فهد الرشيدي ولكنها أقرب لمتعب شراحيلي، حلوة اللقطة الماضية، حلوة التمريرة ولكنها فيها تغطية وتدخل ممتاز في وقت رائع من جانب متعب شراحيلي، يخرج من مرماه للحصول على الكرة أمام فهد الرشيدي، سلامة إن شاء الله لمتعب،
نشوف اللقطة مرة أخرى من تالي بريفاس، مرات القليلة اللي شفنا فيها كرة حلوة أو تمريرة أو عمل جماعي هتمة منظمة بالنسبة للهلال. تمريرة ريفاس إلى سلمان ولكنها بعد ذلك بعيدة عن وراب عبد اللطيف. سلمان الفرج، حلوة التمريرة طويلة خلف المدافعين، فرصة وكرة رابية جانبية الهلال، كرة تعود مرور جميل، محاولة فادي رشيد عدى بكرة عرضية خطيرة، الكرة يا إلهي رشيدي واحد الرشيد اثنين فهد عرضية بجهد وحدة عطاير، يا لها من كرة، يا لها من لمسة، يا لها من نهاية جميلة وهدف تعادل للهلال يعيده مرة أخرى إلى أجواء المباراة. راسية جحفلي بدون تركيز، شيكابالا يلعبها طويلة خطيرة باتجاه ترباي ديسون، كنترول جميل، تمرير أجمل لكن التغطية البريك خلصها، لا زالت كرة للرائد بعيدة بعيدة وفي الأخير إلى مرمى محمد جحفلي. يلعب الكرة الطويلة، محاولة باتجاه ريفاس خطيرة على حدود منطقة الجزاء، ريفا يحاول، ريفا ينتظر، يلعب كرة عرضية، فرصة عطاير، حلوة الكرة لكنها عالية من مجاهد مرة أخرى، يولد مجاهد مرة أخرى، يولد من جديد، يعود من جديد بعد أن سجل هدف الأول، يظهر بشكل جيد. شوف اللقطة حلوة كانت على الطاير لكن بعيدة 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 من جانب جاهد المنيع. جاهد المنيع في واحدة من المباريات اللي تأثر فيها فريقه كان يبكي. تغيير اتجاه اللاعب جاهد مرة أخرى، تحضير بالصدر للبريك، البريك البريك عدى البريك عدى البريك، جاهد عبد الجهة اليمنى، لمسة لكنو، كنو يلعب كورة ريفا، تسلل على ريفاس، ضاعت على الهلال، ضاعت فرحة على الهلال بعد كرة حلوة كانت في اللقطة الماضية. ريفاس يكون غير متسلل في هذه الكرة، في هذه اللقطة اللي سجل من خلالها هدف يلغى على ريفاس. صعب اللقطة بدأ أنه متقدم ريفاس. على كل حال ريفا يحاول، ريفا تغطية وتدخل أمامه، كانو مر كانو مر كانو يلعبها على اليمين، مجاهد في الجبهة اليمنى خطير، الهلال يحاول عتاب، يلعب كرة عرضية يا إلهي على ريابة، يظهر أداء الحقيقي عطيف، يلعب كرة خلف المدافعين ولكنها بعد ذلك سهلة سهلة لحارس المرمى، كانو تأثيره كان كبير في وسط الملعب، أعطى حيوية أكثر في وسط ملعب الهلال وتنظيم أكثر بالنسبة لمحمد بعد دخوله على حساب ناصر الدوسري. الكرة الطويلة سهلة الحبسي لكن مجاهد فرج، محاولة هلالية، تمريرة في المساحة حلوة باتجاه مجاهد المنيع في الجهة اليمنى، مجاهد يلعب كرة عرضية خطيرة لكنها تمر، حلوة التمريرة ذكية من جانب مجاهد المنيع. سيبيريا شوط ثاني دفاعي أكثر من جانب سيبيريا، بينات كرة طويلة خلف المدافعين خطيرة لمساعة الهلال عرضية وكرة يبعدها الدفاع، أوهو فرصة هلالية خطيرة جدا. شوف اللقطة، غفلة وخطأ من دفاع الرائد لكن في الأخير يحيى مسلم يبعد الكرة وفي الأخير إلى ركنية هلالية، هذا سلمان الفرج وركنية أخرى الهلال، كرة عرضية نحو القائم الثاني، جحفلي في التحضير بالرأس ولكن أيضا أمام التغطية لا زالت خطيرة، محاولة من جانب ريفاس يلعب كرة بعيدة هلالية حلوة طويلة، الكرة عطيف يلعبها أقصى اليمين، هذه كرة عطيف، عطيف للبريك في الجبهة اليمنى، البريك اللي كانوا في حدود منطقة الجزاء مر بشكل جميل يكسب خطأ، كانوا لاعب ثقيل فنية بصراحة، لاعب بإمكانيات عالية، تمريرة سريعة وكرة عرضية خطيرة يبعدها الدفاع، مهاجم أو مختار فلاتة كمهاجم سيكون عبد الله الزوري، كرة لريفاس يحاول المرتدة بعد تمريرة مجاهد، لمسة على الجهة اليسرى للفقي، يحاول أحمد الفقي يبحث عن المرور، الفقي عتب، الفقي بكرة عرضية داخل منطقة الجزاء، كرة يا إلهي يا جماعة أحمد، كرة هلالية جميلة والهلاليين قلبوا الطاولة في وجه الرائد ريفاس، يتنفس السعداء
تعود له ذاكرة الأهداف ويعود الهلال. هدف ثاني عن طريق ريباس. شوف أحمد الفقي، شوف أحمد بعد ثالث لمسة تقريبا في المباراة. الله على الكنترول على اللمسة هذه، صحيح، لأنه لاعب اللي دخل كبديل عمل شغل كبير جدا في الجهة اليسرى الفقي. سوادي يحاول، سوادي مر، سوادي حلوة خطيرة داخل منطقة، والدفاع يتدخل. يا إلهي، الآن خطوة كرة ثابتة، الرائد عند الشيء يقدم لجماهيره في هذه الكرة العرضية خطيرة، لكنها مرت وبعد ذلك عدت إلى ضربة مرمى. حلوة اللقطة الماضية، عدت إلى ضربة مرمى. حلوة المباراة في أغلب فتراتها، ليس كل المباراة كانت ممتعة، لكن أغلب فتراتها شاهدنا أداء جيد من الفريقين، أداء جيد من الفريقين. أنت تتكلم عن مباراة بين فريق في الترتيب الأول، الفرج فيها تغطية حلوة، فرصة للرائد على حدود منطقة الجزاء، تمريرة وكرة عرضية داخل منطقة الجزاء مرت من الجميع. المدرب الأرجنتيني ينتظر وصول لاعب أرجنتيني، كرة خطيرة باتجاه ريفاس، ريفاس مر، يلعب كرة. يا إلهي، عادت اللقطة الأخيرة، بدأ أن الرسالة وصلت عند ريفاس. كنت أتكلم أنه هذا ليس ريفاس الاتحاد، ليس ريفا اللي كنا نشاهده ونشوف أهدافه الممتعة الجميلة في الاتحاد. شوط ثاني، عاد انتظر الرائد مع بكورة. شوف ريفا مرمي الحارس المرمى، الكرة مرت مع الخط، مشت وبعد ذلك عدت، قالت لا يا ريفاس. هذه عودة مرة أخرى لي، كأنه سيهاجم بأكبر عدد من اللاعبين. الكرة في وسط الملعب، محاولة بينية خطيرة باتجاه ريفاس، ريفاس يحاول من كرة، ريفاس يلعبها، صدمت في الدفاع وتحولت إلى ركنية هلالية خطيرة جدا، خطيرة الكرة. يحييه المدرب على اللقطة الأخيرة. هذا الرائد اللي كان عنده آخر دقيقتين مطالب بالهجوم، اندفاع ترك شوارع في مناطق الخلفية للرائد فيها جيد، بتعادل على الأقل، بكرة عرضية، بفرصة، براسية، لكنها تمر. وآخر دقيقتين على نهاية المباراة، آخر دقيقتين وفرصة للرائد الآن مع كرة عرضية داخل منطقة الجزاء وبراس خطيرة لكنها مرت. خلص دفاع الهلالي في اللحظة الأخيرة، رائد يعود للهجوم مرة أخرى، للاندفاع، للمحاولات، كرة بينية، شامخ مر، يلعبها عرضية بالرأس، وبعدها مساوي، لا زالت خطيرة، ترابا يلعب كرة لكنها بعيدة. يا أمام أكثر من لاعب، زحمة زحمة زحمة، ترابا يدس أمام زحمة، وفرصة هلالية فراد، ريفاس يحاول بينية، أحمد الفقي. يا إلهي، حلوة الكرة من ريفاس عند الفقي، وفرصة هدف يؤكد انتصار الهلال. لم يكن متسلل ريفاس، لم يكن أناني ريفاس، ولكن الفقي أرادها في الزاوية البعيدة، كرة خطيرة جدا.